بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الكتاب الذي بدأنا قبل 8 أشهر. هنا في ولاية واشنطن في عاصمة سياتل نلتقي بإخوان لنا في الجالية الإريترية، ندرس هذا الكتاب بعنوان صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يشرح فيها الكتاب اسمه زاد المستقنع في اختصار المقنع. نعم، يشرح الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله في هذا الكتاب. كم زبال كووز جمرنا يو قبلي شمون تورحي خوون ذا كتاب زي النبي عليه الصلاة والسلام كمينجي رومي سوق دوني روم كاب تكبيرة الإحرام سقاب كاب تكبيرة الإحرام سقاب السلام التسليم إلنا جميرنا حجيقن حتى تي بدقد اللون نحنا ما قوفلنا كاب ندرس بزوح يرنا لنا فتستفادة كعم انتن كوسف ما انتن كاب تيوم أحواتنا بدقد اللون حتى كتقمو كابزين سمعو ذلنا كابزين مهارو ذلنا كابز حليفو ناوها أم انتن نركب نخولنا نستفريلنا لما عالتي كم حدا ريكورد يرنا نقتلوا لنا إذا كتاب الزمالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا علما نافعا ويرزقنا الإخلاص والعمل. الله سبحانه وتعالى تزتكم علمي مهيرو قاوه خاب تكبر كم نقبر. الله سبحانه وتعالى يوفقنا داولكو. أم من تايت أطولنا نرنا أب سلاتنا خمس بالكوز سلات أهم شيء الركن الثاني في الإسلام أركان الإسلام كالأيلنا ركن نقبرو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله مسبلنا زمت قد سيلو إقام الصلاة. سلازي إز أمورنا يسلاخ نفلت هذا واجب فردي يخواننا إتي أحكامنا يسلاخ نفلت نسجدو زلنا سي انتايو أقل شيء تنقبرو زلنا أبسلات نفلت إقباءنا كابزي بمغتصاليو إز خطاب زي كنمهارو ويكاخ ندرسو إز التوابعنا لأنهم مشايخ جمعوا في هذا الكتاب كل من ركن إلى السنة والمستحبات كله أبسلات قبر كن قبرو انتخيلنا، ولكن فريد كاخت قبرو كيف رد كاخت قبرو اتفل الليو انتايو. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كما قال الله سبحانه وتعالى انتايو تفليتو زقبر سبسي كل جيز انتايو تأجرنا تمولي خنلو قلبنا تحاضر يخنلو والعلم نور نور كينو برهاني مالتي. سلازي أبزي يقول شيخ المؤلف رحمه الله ثم يركع أبركع بس إحنا نيرنا مسقرانا فاتحة قرينا كالأي سورة ما سمتعنا دحري ركع نورد لهم يركع. يقول شيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله الركوع هو الانحناء
انحناء هو الظهر فيركع، وهذا الركوع المقصود به تعظيم الله عز وجل. ركوع مالت كمزي انتايك بها ليو بقانقوة تقرنيا مقنبحوي كاب تخذ بالكايون اب مدنان يا تمدنان عريخة مدنان. ولهذا الركوع، فالركوع قال النبي صلى الله عليه وسلم فالركوع فعزم الله، الله سبحانه وتعالى زقبؤو كبرت نخبرت وركوع لنا ان قبرو حركة وي اكشني تركوع. ولهذا يحرم الانسان سلام كنبل كلنا حدا حادي ابانا وكابوزو حي الرأيينيو ابي اخوانا لنا كمزي ابي علي تيوبيا قلن تداخيت كاقين تسب اب سلام ابها لا مبالغ يقبر، مبالغ معناها سلام كبل كله كاب كبرن العلي انحناء يقبرو حتى نبركوع قبرو يقربو. ولهذا لا يجوز، لا يجوز سلام كنبل كلنا سلام بل نمنتاي سب كاب سب دينين كبها هال كبرتن نفسخا من عاس ان نبيني كبرت توبي خان ود سب سلام تبلو تبو غيركا سلام تبلو، ولكن دينن كتبلو لو نتحتي ركوع تسجدلو هذا الا لله جل جلاله. نعم. ولذلك كان الناس يفعلونها امام الملوك والكبراء اقدم زبل غيزي خمس حجي بجزانا زبلنا وخبع على الاثيوبيان خبابين درعاية سبنتولو بقلسي يرأيو يوسو يفلطيو. ولكن قدم زبالة جيزي تي أم رعية تي أم ريغولار بيبل نتي أم نقاوس كقربوه من كلو بمنتايهم زقربوه من يروم سلام تناتاتهم ركوعي قبرو لهم يروم ويكا كمز نايم اخبار مالتي. والكبراء والاسياد ينحنون لهم وربما يركعون وربما يسجدون ولعياذ بالله. كمز بالكو ازو ركوع زي ولا نخبره تباهيل تخوني لا يجوز، لا يجوز الركوع الا لله سبحانه وتعالى. بل بعدهم انتين يرم سجود كمان يورد لهم نيرم، سجود كمان يورد لهم نيرم. كم ذا حدا حدا فيديو تا تريو ابزكي زي نايب على ابانا انكوان ابعال جيزي ابعال هاي لسلاسي قلا قلا فيديو تري سبات تخيلهم امنتاي اب اقرم يسوع من نيرم يورد لهم نيرم شهيد ابانا عم عال لنا كابتيم عبيتي ابوتاتنا ابزي ولاية سياتل لنا قابو يبلنا اللوهمان انتايو او يورد لهم نيرم سلازي إذا عينت أكشن أي فكرني. أما الركوع فعظموا فيه رب دبولنا النبي عليه الصلاة والسلام ليجتمع فيه ركوع زي القول والتعظيم الفعلي. ركوع نقبر نكلنا كل التنقرات بحادة نكناونا لنا مالتي حادة تأكشن كخون كله كلايك أني قولي سبحان ربي العظيم، سبحان سبحان ربي العظيم في الركوع. نعم ايوه سبحان ربي الاعلى في السجود. اذا نحن الان في الركوع، اذا الركوع تعظم الله سبحانه وتعالى كبرت من ربي سبحانه وتعالى زقبؤه بغلت نقرات نقبر لنا حادي حادي انتايو حادي قول سبحان ربي العظيم مالتنا كالايك انتايو اتي تكبار اتي انحناء مخان اتي ركوع مكبر نرب سبحانه وتعالى كبرت مهاب مالتي كبرت مهاب. وقوله مكبرا، وقوله مكبرا اب قيام نيرنا فاتحة ودينا كلاي سورة انتنا دحراي انتين نقبر الله اكبر لنا نبركوع نقيد مالتي حجز قول الله اكبر قال حال من يركع حال مقارنة يعني في حالة الهوية إلى الركوع يكبر فلا يبدأ قبل ولا يؤخر حتى يصل إلى الركوع، أي يجب أن يكون تكبير فيما بين الانتقال والانتهاء حتى قال الفقهاء رحمه الله
حجزي خلاف بين أهل العلم انتاي بلوغاليوم أمونغو قيام أمونغو ركوع خونا لو تقول الله أكبر تي قول الله أكبر ولو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي أو أتمه بعد أن يصل إلى الركوع فإنه لا يجزئه لأنهم يقولون إن هذا التكبير في الانتقال انت عيبلو قال يوم أهل العلم انت عيبلو انت دعا ركوع جنا ركوع كيبت صحن كله الله أكبر له ويكا ويكا الله أكبر له ركوع مسبت صحي الله أكبر انت دعيلو لا يجزي بلو لو انت يخون له أي ملعلوني وي أي كونني إذي قول أهل العلم يخنريونا إتي صحيح قول الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله زخده له قول انتايو خنريونا ولكن هذا قول بعد أهل العلم إن هذا تكبير في الانتقال فمحله ما ما بين الركنين فإن أدخله في الركن الأول لم يصح لأنه إتي أمونغو قلت ركن زلو مفلالي ومراخبيو الله أكبر لأنه القيام نيرنا دحرينا بركوع نقيد على الناس لذي الله أكبر أمونغو مراخبيو سلذي حادي ودي كان أبكالعيك تقيد نكلخة أمونغو بحادي انتلا دي كوني إتي تكبيرا قد أمونغو كمتسع اللو يبلو وإن أدخله الركن الثاني لم يصح لأنه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر فالقيام لا يشرع فيه التكبير هذا قول من أقوال أهل العلم والركوع لا يشرع فيه التكبير إنما التكبير بين القيام وبين الركوع انت أم زبلو زلو تي تكبيراسي أب ركوع أب قيام كلها ويكعني أب ركوع مسبت حقائك ونن تبوتو ولكن انتايو أمونغوك خونا اللو أمونغوك خونا اللو ولكن شيخ محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله زرباناتهم كنسمعنا قال أهل العلم انتايهم أب ترر يبلو أب مسائل ولكن قال يوم كأني اتفق هناتهم كما الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله انتايبل كنريينا يقول الشيخ رحمه الله ولا شك أن هذا القول له وجهة من النذر زي زربازي نايقدن هجنتايهم زبلو دولو نايقدن اتتكبيرة تقبرو أمونغو ركوعن أمونغو قيامن سي خونا اللو تقيزي مالتي أب قيامن كلها الله أكبر الكاف تخيب ويكاني قاب قيام كيد كاب ركوع مسبس أخا الله أكبر مبالو سي أي كونن يبلو لو انتاي خون دولو يبلو لو أمونغو دولا قيزي تيا معاسا تيا الله أكبر الكاف سقاب قاب قيام سقاب وركوع تبس حلا يبلو لو ولكن شيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله لا كم زيجرنا نسب عين شجر إذا قداي زي باب واسع إذا قداي زي ممكن سب الله أكبر يلو نابك خير خيل ركوع قبر خيل ولكن نيجد نيكون أبزياء بوتا زياء أمس مبال يقول شيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله لأنه خمزين دحر زفت وازي خاب شيخ دحر متيو انتايو اتباب واسع مالتي نيجد نيكون تبوتا قتحلو سلازي الله أكبر الكاس قاب ركوع تخيد ركوع تركب ويكا كجمر نكلها ويكا غرب دونجي الكاس الله أكبر تبال الكاس قاب ركوع تبتسح انتايو شقر يبلو هذا قوله شيخ رحمه الله تردينا نعم قاب قيام نركوع نخيد لنا أيوة الله أكبر مبال تيابو تأسي أمن تأيزار عبد الله حجي قال يوم علماء يلوم الله أكبر سي أمونغن كتخونا اللواء قيام غير كالله أكبر يلكان دغنان ركوع أختخيد لا يجزي إبلو اللواء قال يوم كأني الله أكبر يلكاه أني ركوع مستبتسح نو كيف الكا ركوع مستبتسح لا يجزي أب ركوع مسكتك لأنهم كلتا ركن سلزخنا من راخبي سلزخنا أب ركونا يتحانتي أي التوينيو سلزي أمن تاك تخونا اللواء أب من راخبي يعني الله قال لي يوم من تايم داني مد نسمع حدا إمام من تاي قبره الله أكبر سقاب ركوع زخده
إذا هذا اجتهاد أيضا اجتهادي قال العلماء يفوتوهم لأنه تمد زي اللي ولكن شيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله لا أنا تشدد أبزي مشداد أي عيد اللينيو لأنه كله ننبينيو كابروكو ناب كاب قيام نابروكو الله أكبر الك كتخيد نسمع قوله شيخ رحمه الله يقول فينبغي أن يكون في حال انتقال ولكن القول بأنه إن كمله بعد وصول الركوع أو بدأ به قبل أن ينحنى مبطل للصلاة فيه مشقة على الناس مشقة على الناس لأنك لو تأملت أحوال الناس اليوم لو وجدت أكثر الناس لا يعملون بهذا يعني نقدنا نكون بزو حاسبات كم يكون نزقبرو بزو حاسبات يعني يبتيا وقتنا قيام أم منغو ركوع نزلا نعب آي كون نزولو بل قال يوم تا الله أكبر لهم يخدونا بركوع ويكات نحي لهم كا الله أكبر لهم أكثر الناس والغريب أن بعض الجهال اجتهد اجتهادا خاطئا وقال لا أكبر حتى أصل إلى الركوع لماذا قال يوم تي ناتم جهد ناتم مرة اكستريم كيدو علم للنايلوم هذا قول شيخ ابن عثيمين رحمه الله علم للنايلوم انتهي لما اجتهدهم والله زي زربازي أنا أقاتي مني أبحد إمام مسجد يسجد السور ركوع يخيد ولكن يتسمعوني غاد الله أكبر السور ركوع مسبت أحد حر الله أكبر يبل فهمتم الله أكبر كتبل حج الصلاة تصبيع لها ولا الضالين آمين السورة بدأ السورة مثلا قلوا الله أحد قريو دحرى الله أكبر يتسمعنيها خيط غيلو أبي بتصح أبركوع أبركوع مش بتصح الله أكبر يبل إذا اجتهاد إذا اجتهاد جهلي بالشيخ ابن عثيمين إذا جيجا زخوني اجتهادي لأنه انتهي لهم يوم إذا اجتهاد إذا مش يوم قال يوم قال لأنني لو كبرت قبل أن أصل إلى الركوع لسابقني المأمون وأن من تايداني الله أكبر الكاركوع ريد قبر الكان تدا تحاتيتهم انتاي ملسم لا قال قال مأمومين دا أمو انت قدمون خي أنا ركوع كي بس حكون كله سي ركوع انت قدو خي ولكن هذا اجتهاد اجتهاد خطأ لأنه نسخات حتى تلو ناي سلات كامبر ناي مأمومين سلات يكون نسخات كا سلات تستقاقل دل كامبر ناي كالي سلات يشقر الكا قتر تحسب انت عشو من تقبر يا بالكان يقول الشيخ رحمه الله يسابقونني فيهون قبل أن أصل إلى الركوع وربما وصلوا إلى الركوع قبل أن أصل إلي وهذا من غرائب الاجتهاد إذ الزقر معينة اجتهادي بالشيخ رحمه الله أن تفسد عبادك للتصحيح عبادة تزقرم ناتك عبادة أبلا شخص نايكا لأسب عبادة نستقاقل لا كل جيزن تايو ناتكا مجمّر يا ناتكا استقاقل ناتكا رأي نفس غارأي نفس غات مهار لأنه نفس غاقي قبركا نفس غاقي استقاقلكا تقبرو سرح نتايو قبول أيكونان قبول أيكونان نتاي بلو تقرين ياخو مسولو خلو بعال معالي ذكراها بعال سرح معطو ودو زبي وسدو نعم نعم يا يعني عجيب يا مثالي تبت مثالي تبع سرح معطو سي نايسب نايسب كسرحو عل ولكن أبغزو هاي سرحان معطو سلازي انتا خينو زبو أبلعو ندكو وهذا نفس الشيء إمام ناتو هو ناتو أيوة نتيم مأمومين قبل ناتو داي قبرالو هذا الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله ولكن دام سالي ناتيا ناي شيخ هاي كونتن نعم نعم المخطئ المأمون كيف أذهب إلى شيء يرى بعض العلماء أن صلاتي تفسد به من أجل تصحيح خطأ إنسان هو المخطئ ولهذا نقول هذا اجتهاد في غير محله إذا اجتهاد زي في غير محله أبوتو يكون انزلو اجتهاد زي جيغاي
انت يا اجتهاد تردعنا لا نمنتاي ركوع مسكركا ركوع غيركا الله اكبر مباليو نمنتاي تم قالوت كي يقدموني بمبالي سلازي زعينه اجتهاد قبول ايكونن. ولهذا نقول هذا اجتهاد في غير محله ونسمي المجتهد هذا الاجتهاد جاهلا جهلا مركبا لأنه جهل وجهل أنه جاهل زي بجهل زتملئ اجتهادي وسبحان الله جهل مقانم نفسه عفلتن عفلتن عالو نسوز قبر دولو ما شاء الله يعني أنا فليت الله لي ولكن لا يعلم أنه إيش أنه جاهل. إذا نقول كبر من حيث انتهى واحرص على أن ينتهي قبل أن تصل إلى الركوع ولكن لو وصلت إلى الركوع قبل أن تنتهي فلا حرج عليك إن شاء الله بي نورمال كم زي نورمال دلو مبزحت سبز قبره إن شاء الله ما فيه إشكال. الله أكبر بالنسبة له أحرص أما نقول الله أكبر كتبل حتى حدا يجي سقاب ركوع تبتسح أنت دمقو خام إن شاء الله ما فيها شيء فلا حرج عليك. والقول بأن الصلاة تفسد في ذلك قول ضعيف. قال يوم علماء كم تزرع أنا يوم جمّر يا تي نجد إنك تقبر الله كم ما أخلو زبلو تقول أنت أيو قول ضعيف سلازي نعم لا يفسد الصلاة سلازي أنت أيو إن شاء الله كم تي